هذه وقفة اليوم مقررة من طرف مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، رفضا قاطعا لمشروع قانون المسطرات المدنية الذي جاء مخالفا لمقتضيات الدستور ولمخالف للبناء القانوني في البلاد. إن وقفتنا اليوم هي تعبير عن رفض قاطع وكامل للسياسة التي تنهجها الحكومة في تجاهل تام لمطالب فئات المجتمع، في تجاهل كامل لما تقتضيه العدالة ولما تقتضيه مصلحة البلد ووفق ما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد. إن اليوم نقول لا لأي انتهاك لحقوق الإنسان ولمبادئ الدستورية. شكرا لكم. المحامون اليوم يلبون نداء جمعيتهم، يقفون تعبيرا عن غضبة عما يحاك ليس ضد المهنة فقط وإنما ضد المتقاعدين بالدرجة الأولى، لأن مشروع قانون المسطرة المدنية لا يشرع للمحامي وإنما للمتقاعد. وحينما قلنا لا لبعض مقتضياته فإننا نعبر على لسان المتقاعد، بلسان المتقاعد لا نريد شيئا لذواتنا أو نريد مكتسبات لنا كمحامون، وإنما نعبر لأننا ندافع عن هذا المتقاعد الذي تخلى عنه رجل السياسة حينما صوت بعضهم لمشروع قانون لا دستوري لا ديمقراطي. فإن الحقوقية في المحاماة يتحرك، ولهذا نقف اليوم لنقول بصوت واحد لا للقوانين الجائرة، لا للقوانين اللا دستورية، لا للقوانين اللا ديمقراطية. سنستعمل كل الوسائل المصدرية والقانونية المتاحة لإسقاط هكذا قوانين وهكذا نصوص، لأن المغرب وصل إلى مستوى معين رفيع في مجالات عدة، فلا نقبل بالتراجع أو بالانتكاسة. شكرا. محامية بهيئات المحامين بالرباط وعضوة بالمكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب. اليوم هذه الوقفة الوطنية دعت إليها بالتنسيق طبعا الجمعية هيئات المحامين بالمغرب والإطارات المهنية، ويحضرها كل الزميلات والزملاء من ربوع المملكة المغربية. هذه الوقفة اليوم من أجل القول لا لردة تشريعية، لردة دستورية، لردة حقوقية بامتياز التي تنطوي مقتضياتها كلها في مشروع قانون المسطرة المدنية الذي له مساس قوي وكبير بحقوق المواطن، ضربا في مقتضيات الدستورية التي يعني تدعو إلى الحفاظ على هذه الحقوق. طبعا كان هناك توقف لثلاث أيام، اليوم يعني وقفة وطنية، سنستمر في النضال. هناك أشكال وآليات أخرى من أجل يعني القول لا لتمرير مشروع قانون المسطرة المدنية الذي على ضرورة التراجع عليه، ليس فقط دفاعا عن دواتنا وإن كان هذا حقنا، لأن مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية فيه مساس بكرامة وخصوصية مهنة المحاماة، ولكن على كل مواطن ومواطنة أن يعي أن تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية فيه مساس خطير بحقوقه، فيه مساس بالمجانية، فيه مساس بالولوج المستنير للعدالة، فيه عدم تكافؤ وعدم المساواة بين المواطنين. نشكر الرجال ونساء الإعلام على هذا الحضور القوي من أجل تنوير الرأي العام أن وقف اليوم دفاعا عن المواطن، دفاعا عن المحاماة، دفاعا عن عدالتنا بوطن هذا الوطن الحبيب. وشكرا لكم. حاتم بكار، الأستاذ حاتم بكار، عضو مكتب جمعية هيئة المحامين بالمغرب. احنا رسالتنا اليوم رسالة واضحة، كنا دائما ما نسعى إلى الحوار وإلى التشارك، وجلسنا مع وزير العدل عدد من المرات، اشتغلنا مع مسؤولين في وزارة العدل، اشتغلنا في البرلمان، اشتغلنا مع البرلمانيين، وما زال باب الحوار بالنسبة لنا من أكبر أبواب الرحمة، لأن التوافق بالنسبة لنا مهم. غير اللي كنعبروا عليه اليوم شنو هو؟ هو موقف حق أمام بيت الحق، بيت القانون. كنقولوا للحكومة لقد تجاوزت حدود التشريع حينما أتيت بمقتضيات مخالفة للدستور. ملي مشروع قانون المسطرة المدنية لا يكفل مساواة المتقاعدين، ملي كيسد عليهم باب ديال المحكمة، ملي كيحرمهم من التقاضي على درجتين، ملي ما كيعطيهمش الحق ينفذوا في مواجهة الدولة كيصعب عليهم مسطرة التنفيذ، ملي كيقول لهم غتمشي للمحكمة بلا دفاع، ملي كيقول لهم وكل اللي بغيتي ينوب عليك هو غير محصن لا من حيث المحاماة المهنة كمهنة منظمة، محامي مسؤول، إذا كان إخلال يعاقب. أنت غتجيبو كي الغدا شكون غيراقبو؟
ما كاينش اللي غيراقبوا، كتقول المغاربه دخلوا دابزوا بوحدكم، ذهبوا فقاتلوا لوحدكم، الحكومه راه ما غديها فيكم. الحمد لله كان نقاش رصين ونقاش عميق وحاد في مجلس النواب في لجنه التشريع والعدل، وانا كنشكر السيدات والساده النواب حتى في الجلسه العامه بالرغم من شويه هاد الامور شابتها لا داعي لذكرها، احنا هدفنا ونحسنوا المؤسسات ديالنا ماشي ننسوا بها، ولكن عندنا اليقين ان لجنه العدل والتشريع في مجلس المستشارين والسيدات والساده المستشارين غيتداركوا هذا الاغفال، وكنعرف انا القيمه ديال العمل ديالهم وكنعرف الجوده ديال العمل ديالهم. خصنا غير تعنت الحكومه ما يبقاش، والحكومه ما ديرش الغلبه بالعدد، دير الغلبه بالفكره وتقوي الحق ديال المغاربه. حنا اليوم واقفين من اجل وطننا، بغينا الحكومه تسمع شي شويه الخطابات ديال سيدنا الله ينصرو ملي تيقول المواطن المغربي والحق والكرامه ديال المواطن المغربي امانه في عنقه وفي عنق المغاربه كاملين. حنا تنقولوا الله الوطن الملك، وتنقولوا لسيدنا سمعا وطاعا لما تينادي بالحقوق، الحكومه تسمع له. تنقولوا الحكومه سمعي غير لسيدنا الله ينصرو، حنا ما تنطلبوا لا عطيونا ولا فلوس ولا والو، تنقول له عطي المغاربه قانون قابل انه يتطبق، وقانون كيعطي المغاربه الحقوق ديالهم. هادشي اللي بغى سيدنا، هادشي اللي بغات البلاد، هادشي اللي بغاو المحامين. ما عرفتش الحكومه شنو بغات، ما عرفتش. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.